هناك أعزائي مجالات عديدة تمثل تطور المرأة واقتحامها ميادين العمل، مجالات عديدة لا يمكن أن أحصرها في دقائق. ولو حاولت أن أذكر لكم مثلا المدرسة، الطبيبة، الصيدلية، القانونية، الدبلوماسية، الرسامة، كثيرات، المعيدة، ربة البيت وأم الأطفال اللي لها فضل في إعداد النشأ، التعاون مع المدرسة ومع المعاهد الخاصة لغرس بذور الأمل في نفوس الجميع، التعاون مع الجامعة والكليات، المعلمات، التمريض، التدريب من أجل غد مشرق باسم. ومن هذه المعاهد والكليات نجني ثمار طيبة لفتيات اليوم وأمهات المستقبل. وفي مجال عريق سيداتي سادتي للمرأة للقاء مع الناس التعليمية في الكويت فقد مضت 24 سنة من عمرها وهي تزرع بذور الأمل فينا. إنها أول مدرسة كويتية، السيدة مريم عبد الملك الصالح. نلتقي بها الآن بعد 31 سنة من الخبرة والعطاء لنتحدث عن ذكريات الماضي المجيد. أهلا وسهلا مريم. مريم، يسرنا لقائك في برنامج المرأة، مع تقديري لك وبما قمت به من عمل جليل. أول شيء نحب نتحدث عن ما هو ذكريات الماضي وأول بدايتك في التعليم. والله أول بدايتي في التعليم أنا درست عند مطوعة، كتبت القرآن، وبعد ذلك درسني والدي في البيت، يعني سهر على دراستي. بعدين صارت مدارس هنا وصرت أول طلبوا المدرسة في أول الأمر شيء كبير لصغر سني. بعدين شجعوني الأخوات المدرسات اللي كانوا في ذاك الوقت اللي هم أخوات عودي، وأبوي قال لي يعني بعدهم أنا أساعدك على هذا الشيء، وحصلت التشجيع من صوب المدرسة ومن صوب البيت فوافقت على ذلك. بالمطوع تقولي لي درستي، شنو وضع لي درستي؟ يمكن العادي بالقرآن. القرآن ختم القرآن. نعم. لما ختمت القرآن كانت هاي نور اللي حية عربتها شوية قوية، فأكثر ما تعبت في جزء عنه. أما صرت أفتح من القرآن فوق وأقرأ المجلات، أقرأها الكتب، أقرأها يعني أنا ذكية وهي شاطرة بعد في الدراسة، فاللي استصعبت بس جزء عنه على طول كل شيء أفتحه وأقرأ. لذلك لما شافوا وجهي شكل هالذكاء اللي عندي فاستعد تدريسي. واحترف فجأة هو والله درسني الحساب والعلوم والعربي والنحو وكله درسني، حتى الجغرافيا والأشياء هذه يعطيني إياها كقصص، يعني مو كتب أو يعني ذي، لا مثل القصة الشاعر المادي والجزر والأشياء هذه والأرض وكل يعني الأنواع والتاريخ، يعني تاريخ العرب عن القصص والأحاديث كلها كانت فكرة يعني مجملة مو شيء محدد. لا مثل الصفوف. طيب هل كان يخصص وقت يعني محدد معين لتدريسه؟ طبعا، لأن أخذي وقت للعب لأني بعد صغيرة، فيقول لي في الوقت هذا لازم تكوني في البيت. أنا يعني أعمل جهدي أكون في هالحزة في البيت، بس بعدين إذا يعني مثل أمي بقت هالحزة هذه أني يعني أساعدها أو جدتي، يعني هو يكتاب شوية، هم يقولون شلون هي تقصر كاتبة على الفرضة ولا يعني هي ولا يعني تقعد عليها، يعني انت حرمتنا منها احنا نبيها تساعد، فهو يعني ماشي في حركته وانا يعني ما انساعد. ذاك الوقت الكبر كان عمرك؟ والله شي اقول لك يعني يمكن 5 سنوات، يعني انا دخلوني صغيرة المدرسة، ما اخذت في المطوع، ما اخذت 5 أشهر 6 أشهر وختمت القرآن. يعني ما اخذت 5 أشهر ختمت القرآن؟ 5 أشهر انا قلت يعني جزء عنه بس اللي تعبت عليه. يعني اللي انا عارفه انهم يعني يطولون في بعضهم في الاكل وتمون. لا والله اكلت معكو جزء عنه، وبعدين افتح من البقره من اي صوب يفتحون لي اعرف وادرس، بس انما كدراسه يعني دراسه. طيب على يعني شطارتي سووا لك ختم احتفال؟ ايوه سووا لي ختم، دفوني وداروا فيني بعد، يعني عارفين المطوعه تبي فلوس. ويعني قلت ذاك الوقت حالتهم مو كلش شاطرين، يعني يدورون على يجمعون حق المطوعه ختمه تبي 40 ربيه منين يجيبها في ذاك الوقت. طيب الحين المواد اللي درستيهم بعد ما صرتي مدرسه؟ والله كان صف على طول، يعني كل المواد أدرسها، لأن كنا إحنا كلنا 3 مدرسات،
واحدة تدرس الصف الأول واحدة تدرس الصف الثاني، وأنا أدرس التمهيدي على طول يعني كل المواد أنا معها. كل المواد نخرج شمس يعني أنا أول يعني ما بديت بالتدريس في الناظرة تشرح الدرس قدامي وتروح وأنا أكمل الدرس إلين أن تمرن على التدريس. طيب ذاك الوقت ما أدري كثير كان عمرك لما صرتي مدرسة؟ والله تقريبا 11 بين 11 بين 10 كنتي تلبسين عباءات ذاك الوقت 11؟ والله أول ما بديت أروح المدرسة لا ما ألبسها تلعبها بس بعدين إيه بس ألبس العباءات وأروح. طيب الصعوبات ما واجهتك من يعني أهل الفريج ولا أحد نقد عليك؟ والله في ذاك الوقت مو كل الناس يعني تدري الناس تختلف طبعا، ناس تشجعني على هذا الشيء وتقول يعني حد بنات الفريج اللي أنا أمر عليهم نروح جميع المدرسة صيروا مثل مريم شوفوا شلون صارت مدرسة وراسلة دراستهم، وفي ناس يقولون إن أبوها محتاج يعني حق الراتب المدرسة يعني خلاها توظف. ذاك الوقت لو سألتك شكون كان راتب؟ والله ثلاثين ربوية نعم. كنتي تأخذهم شو تسوي فيهم؟ تعطيني؟ لا أبوي كان يأخذ، كان الوالد يأخذ بس قايل واجبي كله ومصروف اليوم يعطيني. نعم لكن والله في شيء تقريبا 6 سنوات احنا 30 ربوية لا عندنا على دورية ولا يعني شيء، إلين بعدين جت أول دفعة هذول من دار المعلمين من بغداد وسووا عاد نظام التدريس وخلونا على واسخه يعني طلبوا الزيادة تغير يعني. ألاحظوا أنت الحين تحكين عن ذاك الأيام هذيك يعني تحكين بسعادة. طبعاً لي الشرف ذلك يعني ذاك الوقت كنت يعني أول واحدة اقتحمت هذا السور وهذا السور مو يعني شيء زي طبعاً. طيب عدد الطالبات في صفك ذاك الوقت كم واحدة؟ والله في ذاك الوقت تقارب من 35 إلى 40، أما بعدين في السنين اللي بعدها والله زاد إلى 50 و60. كنا ندرس في السيد خلاص نحط من كثر الطالبات نحطهم بالشبابيك نقعدهم اكو كان الشبابيك بالرواتب فنقعدهم كان زحمه والله ما نقدر يعني نأدي الرساله اللي احنا نبيها من زحمه الصف. والدروس يعني كم درس في اليوم والساعه يعني من كم الى كم الدرس؟ والله الدروس في اليوم 6 حصص، 4 حصص الصبح وبعدين نرجع الظهر الساعه 2:30 ونأدي الرساله الى المغرب بعد حصتين يعني صبح وعصر كانت في المدرسة يعني وقتنا كله قاضينا في المدرسة ولا عندنا ساعة فراغ مثل الحين يعني المدرسة الحين مرتاح أكثر منا إحنا بالأول يعني طول النهار 6 حصص على طول شغالين ما في ساعة فراغ من العربي الدرسي العلوم هذه كل المواد حساب عربي قرآن ما في تخصص ثابت المواد لا ما في تخصص بالأول ما في تخصص وبعدين صار تخصص بعدين ابتديتي يعني على بأي سنة تقريبا على النظام الدراسي اللي هو تخصص وشنو المادة اللي تخصصت فيها بعد ذلك؟ والله ابتديت النظام هذا سنة 45 تغير كل شيء وصار يعني لنا ساعات فراغ واكثرت المدرسات فتخصصت أنا بالقرآن والدين والحساب. الحساب لأن عندي رغبة كثيرة للحساب. كانت رغبة في الحساب. مريم لو سألتك عن الطالبات اللي درستيهم في يوم من الأيام والحين صاروا يستحلون مراكز ومنهم اللي خريجين ومنهم اللي متوظفين وظائف عالية، في الحين الأخت بدور أحمد العيسى تشتغل في معاهد الخاصة وفي فضل خالد مديرة الخدمة الاجتماعية في ماما أنيسة اللي هي رئيسة قسم برامج التلفزيون وفي عزيزة العيسى الصالح اللي تشتغل في بنك الادخار والتسليم في كثير من الاخوات عموما يعني هذه يعني من خيرة الإدارات اللي تعتمدين فيهم من اللي طيب لو سألتك ست مريم عن أطفالك عندك أطفال طبعا عندي 6 أطفال ما شاء الله 3 بنات وثلاث أولاد أكبرهم ايش كثر عمره؟ أكبر واحدة عمرها 18 في رابعة ثانوي واحدة علمي هما الثنتين واحدة علمي واحدة أدبي واحدة في رابعة ثانوي علمي واحدة رابعة ثانوي يمكن متقاربين في الثانوي واحدة على واحدة ثانية نعم واحدة والأولاد ما إن شاء الله بعدين الأولاد 3 بعدين الأولاد أكبر واحد عمره 2 الله إن شاء الله يخليهم والكبير 2 ثانوي الله يخليهم إن شاء الله. طيب مريم لو سألتك عن دراستهم هل تدخلين في تدريسهم تشرفين عليهم؟ طبعا والله لما كانوا بالصفوف الأولية أشرف على دراستهم وأساعدهم لكن لما يرتفعون أولا أنا لا أقدر أساعدهم بشيء مقدرة طبعا يعني الحين هم في الثانوية وأنا يعني كعامة ثقافة عامة وبعدين هم راكبين على نفسهم يعني ما يقول لهم توجيه ولا يقول لهم شيء الحين كل على نفسهم متكلم
لأنك يمكن واجهتيهم طبعا بداية بعد رابع متوسط أنا معهم بعد رابع متوسط يغسلون على نفسك. طيب مريم لو سألتك الحين إن إحنا مر علينا أسبوع التربية من قريب ما هو مدى تعاونك مع المدرسة؟ والله إحنا كانت ثانوية قرطبة تجعلنا مجلس أمهات ونروح إحنا ندي رأينا يعني من جهة الطالبة وهم يبدون رأيهم ونتعاون معاهم، لكن هم اللي متضايقين من أنه يعني ما يلقون كل الأمهات الطالب، يعني يطرشون دعوة حق الأمهات 90 بنت ما تحضر إلا 30 بنت إلا 30 ولية أمهات، يعني هذا اللي مضايق المدرسة، لأن لو الأهالي تفهموا مصلحة بناتهم وصاروا دائما على اتصال كان يعني يسعدهم في نشأل طبعا ويتعاونون لأنه المدرسة، يعني أنا عارفة السر من الأمهات إنهم ما يلقون الدعوة، المفروض حتى لو ما تدعيهم المدرسة فعلا إنه يكونون بين اتصال بين أنا وأخي، يعني يوقفون على مدى البنت يعني في المدرسة عدد تقدمها شطارتها، يعني المفروض هذا كله أشياء يعرفونها. طيب ست مريم هل تدخلين في وظيفة أبنائك؟ لا تدخل فيهم وخلي لهم الرأي شنو يبوا وتوجب شو تحبين لهم؟ والله أحب لهم المدرس والطبيبة يعني جميع مجالات اللي هم يعني يرغبون له، فكلهم رغبتهم التدريس والطب، والولد رغبته انه يكون ضابط طيران، فتركوا إن شاء الله تقيلهم إن شاء الله يرحبون في أخواتهم وأخوانهم اللي أنت خرجتيهم من المدرسة. طيب سؤال أخير سيد مريم، هو أبي خبرة 31 سنة اللي مضى فيها في التعليم والشغل، تحبينها قدامنا الحين تستعرضين لنا إياها، وشنو رأيك بالنسبة للمرأة الكويتية؟ والله بالنسبة للمرأة يعني كنت أول عارة أنك وظفت 30 سنة ويسرى ما في ولا واحدة، أما الآن صاروا يعني كثيرات المدرسات، والآن عندي أنا يعني رئيسة قسم فاز موظفة ما يقارب 400 عريضة، يعني كل واحدة تقول أنا أحب إني أساهم في خدمة الوطن، وإحنا تدري كل مدرسة فيها 2 من الإداريات، من أمينة مخزن، من أمينة مكتبة، من مشرفة تغذية، ما عندنا مجال لهم، فيعني تقدم صار وايد في يعني طلب الوظيفة. أما الآن اللي يعني أنصح أخواتي إذا هي ربة بيت وعندها وظيفة وما تقدر توفق بين الثنتين، يعني تقدم رسالة في البيت أو لازم، لأن يعني هذا واحدة من ألف اللي تقدر تضحي بين البيت، يعني تضحي في حياتها وفي وقتها كله، لأن لازم تشرف على البيت والأطفال، فإذا هي عندها المقدرة ومتفاهمة مع زوجها لو نقصت شيء من الواجبات أو ذي تأدي رسالتين، أما إذا ما تقدر رسالة في البيت أو لازم. طيب أنا أفهم جوابك الأخير هذا جرني إلى سؤال، هو شلون يعني توفقين بين بيتك وزوجك وأطفالك والشغل؟ والله هو التوفيق يعني من الصبح لين الظهر، هنا الطفل لازم عنده مربية، بالوقت هذا بينام أو يبي يلعب أو أما العصر وبالليل كله على عكسه، تدري المربية مو على كل حد تكون عند الواحد، ولا لازم إني أنا أضحي بالليل، يعني أسوي أنا الطفل ذي أقعد من الفجر أطبخ وأفسر الأكل وأخلي قبل لا أروح، لأن لما أجي أنا الساعة 2 أقدر أطبخ. إي طبعا. فيعني تبيها تضحية شوية من الأم. وأيضا المساعدة أيضا من الزوج. طبعا المساعدة من الزوج يتحمل الأشياء، فما في زوج يتحمل هذا الشيء. فإذا هي شافت أن العمل بيحدث من وراه مشاكل، يعني لما تحمل البيت ذي أو لا هذيك. طيب ست مريم احنا في نهاية لقائنا نتمنى لك التوفيق ان شاء الله لك ولأبنائك في مجال العمل، واهلا وسهلا فيك.